البكرة غليظة أو لمطاطة. بزاف ديال الحالات مثلا اللي تنشوفو يعني بعد النوبات في العيادة أو لا في الواتساب. بالمناسبة رقم الواتساب هو 06-64-00-33-30 أو 06-64-00-95-50 06-64-00-33-30 أو بيان 06-64-00-95-50 رقم العيادة 05-22-26-90-52 05-22-26-90-52. هذه الحالة ديال واحد الناس اللي يلا دوزت لهم في الواتساب، وهذه عماين ومازال ما دخلش بها. ماشي نقولوا مازال ما دخلش بها، يعني النوبة الاولى حاول يدخل ما خلاتوش. قال لي ملي كنت نجي زعما نحاول ندخل، المرأة تتزير تتشد، يعني تدفع، دفعني بيديها ودفعني برجليها ومستحيل توصل لي لها. المهم ملي شافوا الامور يعني والو ما كاينش شي حل، قالوا هذه البكره غليظه عندها ومطاطة، اجي يعني نديوها عند طبيبه. المهم نداوها عند طبيبه ديال العيالات وفتحت لها، فتحت واحد العمليه بسيطه يعني جوج دقائق هكاك باش يعني ما تبقاش داك البكاره، باش ما يبقاش داك الغشاء. واش هاد القضيه مزيانه؟ طبعا لا لا لا. دابا الناس اللي ما تيكونوش فاهمين، يعني مساكن يعني هو باغي يدخل وهي ما تتخليش يدخل، ويعني والعائله والضغوطات العائليه وكذا وسميتو مشكل. ملي تيمشي مثلا عند الطبيبه ديال العيالات، طبيبه النساء اللي تيتسمى لو جينيكولوج، هنايا طبعا هي راه دير لها داك العمليه بسيطه، وراه تقول لك يعني صلاه النبي ها هي واجده تكل على الله. لكن من بعد ما درت لها العمليه السيد يعني فرح وقال الحمد لله دابا راه ندخل يعني هكاك وندير وليداتنا والامور مزيان. وطبعا اي رجل تيتمنى على ان ملي يتزوج يدخل بالمراه ديالو. الحلاوه ديال الدخول هو انه ما يدخلش بصبعه او لا داك العمليه لا لا لا، حسو يدخل بالذكر ديالو. ماشي مشكل ان بحال زعما يعني داك الماتش مشالك. هي الحلاوه كما اشرنا الدخول بالذكر ديالك، ولكن الا ما كانش اليوم غدا ما كاينش غدا من بعده بلاتي هي احسن. ها هو دابا داها عند الطبيبه ديال العيالات فتحت لها. المهم والو من بعد حاول يدخل ما خلاتوش تتزير، يعني هي مسكينه ماشي لخاطرها. ارجع عند الطبيبه قال لها ودابا راه زعما فتحتي ليها على المراه ودابا راه والو. قالت له لا راه الامور دابا مزيانه، يتكل على الله وزيد. كيفاش تكل على الله وتزيد؟ دابا هما الناس علاش نديرو لكم هاد الحالات هادي باش تفهموا. فانت تمشي بعدا انه هو قال لي دابا انا عماين وحنا معذبين وخسرنا الملايين، ما خلى ما شاف الرقيه مثلا، مشى عند الرقات كاين اللي تيقول له هادي فيها الجل العاشق، هادي تيقول لها مثقفه، هادي اللي تيكون سميتو. والناس مساكين يعني معذبين، راجل معذب والمراه معذبه، العائله ديالهم معذبين، العائله ديالها معذبين، يا براسها ماشي لخاطرها مسكينه، يعني مصيبه. حتى هو دابا شنو وقع له من بعد ما تيحاول على انه يدخل وهي تدفعو، ولا كاع عنده الفشل، خايف كاع يعني تيقرب لها، ولا خايف وسميتو، ولذلك حتى هو بدا يفشل. اذا صدقنا هنايا علاش نعرضوا عليكم هذه الحاله باش تعرف فين تمشي. علاش دابا هذه عامين وانتم معذبين؟ يعني ملي يكون مشكل بحال هكا، ما هو لا تقاف، ما هو لا رقية، ما هو لا سحر، ما هو لا جن عاشق، ما هو لا بكرة مطاطة أو لا غليظة. لا، المرأة عندها الخوف من العلاج وعندها التشنج المهبلي. وقد فتحت لها هي الطبيبة ديال العيالات، أبقى المشكل هو هو، مازال لحد الآن هذه عامين باش فتحت لها، مازال ما كاين حتى شي تحسن، مازال ما دخلتش ما سميتو. حاجة نقطة مهمة،
في هذه القضيه هذه. اذا مزيان تفهموا فين تمشي ملي يوقع شي مشكل هذا، ما تبقاوش تتعذبوا وما تمشيش كيما قال انا ما كنت عارف والو، مسكين الراجل يعني ولد الشعب ما فهم حتى شي حاجه. يعني بعد نوبات الانسان تيكون يعني سميتو هو كان المفروض حتى الطبيب هاد العيالات ملي مشى عندها كانت تقول له حسك تشوف طبيب مختص في الاضطرابات الجنسيه. حنا مازال في المغرب ما عندناش الثقافه هذه، يعني مثلا هو جا مسكين كانت تقول له شوف الطبيب ديال الاضطرابات الجنسيه هو الاول. دابا هي هاي فتحت لها يعني، وكان المفروض هو اللي يدخل ماشي هي اللي تفتح لها، يعني تكرفصات عليها حقيقه بلا فائده. اذا هنايا كما اشرنا تنتمنوا من الاطباء كل واحد في المجال ديالو، يعني هو يعني هي براسها الطبيبه ديال العيالات ما فهمش على ان المراه عندها التشنج المهبلي اش من بكره مطاطا ولا غليظه ولا والو. زيد على ذلك واحد النقطه مهمه، المهم قلت له دابا ملي تجي ديروا العلاقه يعني الا كانت العلاقه سطحيه تتبغي لك؟ قال لي تتبغي ولكن تتبقى برجليها مزيرين. قلت له ماشي مشكل. قلت له شكون اللي تيطلع؟ قال لي انا دائما انا. هذا مشكل، دائما الرجل العربي حسو هو اللي يطلع. والا كان شي انسان مثلا تيخاف وخواف مثلا وتشد عليه شنو راه يوقع له؟ الخوف ديالو راه يزيد راه يزيد. هو دابا تيجي الراجل مثلا وتيطلع فوق من المراه ديالو مثلا وهي تتخاف، اذا شنو راه يزيد شنو يوقع لها؟ راه تزيد داك الخوف ديالها بحال خانقه هو فوق منها، هي مسكينه مرعوبه وخايفه وتتعتقد على ان دائما العيالات اللي تيكون عندهم التشنج المهبلي يعني تتعتقد على ان داك الذكر الراجل راه يجرحها راه يقتلها راه يسلم منها الدم راه يوقع لها شي حاجه. هو دابا حيدوا البكره ورغم ذلك مازال هي خايفه. اذا الخوف ما تيتعالجش مثلا حيد البكره مثلا دير لها واحد هكاك سميتو في جوج دقائق وصلت عندي بالامور تحلت، لا هي براسها مسكينه حتى هي باغيه العلاج ولكن ماشي لخاطرها. علاش؟ لانها تتخاف، هي حتى انها تتخاف ماشي غير من العلاج، تتخاف من عده امور. اذا اول حاجه كما قلنا للرجل قلت له عمرك ما تطلع انت فوق منها، حصها هي اللي تطلع. علاش؟ الا كان دابا هي فوق من الزوج ديالها مثلا هنايا وخافت تقدر تنوض، لان بحال شي واحد مشدود يمكن له عنده كيفاش يهرب. اما الى جا هو يعني وهو فوق منها مثلا يعني وهي خايفه ومخلوعه ومرعوبه حتى الخوف ديالها راه يزيد. اذا هذه من الامور الاساسيه. طبعا هي حصه واحد الحصص كما اشرنا، لان هي ماشي عندها الخوف من العلاج، عندها تخوفات اخرى، تخوف من البرق، تخوف من الرعاه، تخوف من الظلام، تخوف من تبقى بوحدها. بزاف ديال العيالات يكون عندهم اذا هذا المشكل ديال ما تسمى التشنج المهبلي، يعني ما كاين لا شديها عند الطبيبه وتفتح لها هي، انت اللي حسك تدخل. ولكن واخا كاع تدخل من بعد 6 شهور 3 شهور عام، المهم تدخل نتايا وهي تتحاول معاك وانت تتحاول معها بشويه، ماشي تبدا تدخل داك الليل تدخلها. بزاف ديال العيالات تيوقع لهم هذا المشكل هذا، يعني تيكون الراجل هي مسكينه عمرها ما عندها شي علاقه جنسيه وهو تيجي ليل تدخل حسو يدخل، او ما يمكنش. يعني الانسان واش الانسان انسان ولا شنو؟ بالتي هي احسن، يعني سير بشويه ان شاء الله تيمكن تقدر داك اللي تدخل تزيد تعقدها، خصوصا الا كانت هي تتخاف وانت باغي تدخل غصبا عنها راه تزيد تكرفس عليها. اذا لا كما اشرنا، اذا هذا هي عندها تشنج مهبلي، حنا اعطيناها واحد الدواء ان شاء الله ادويه ان شاء الله باش ما تبقاش تخاف، وغندير لها واحد يعني بعض الحصص قليله ان شاء الله باذن الله، والامور راه تحل ان شاء الله باذن السميع العليم. اذا كان المفروض هذه عامين هما تيتعذبوا، مات يحلها طبيب ديال العيالات او الطبيبه ديال النساء، الى يعني لا رقيه ولا كلام فاضي من هذه الاشياء، ما هي متقفه ما هي مسحوره ما هي حتى شي حاجه. اذا ان شاء الله الامور باذن الله راه تحل باذن السميع العليم. نتمنى فهمتوا هذه الحالات، نتمنى تشاركونا في فيسبوك دكتور بنيشو، في يوتيوب دكتور بنيشو، وفي انستغرام دكتور بنيشو، في تيك توك دكتور بنيشو. موعدنا كل يوم الاثنين على الساعه 10 بالليل ان شاء الله، نقوم بفحوصات في الطب النفسي، الاكتئاب، القلق، الوسواس القهري، اضطرابات الجنسيه، العلاج السلوكي والمعرفي، اضطرابات النوم يعني، ومرض السمنه والمخدرات والتدخين. هادو التخصصات ديالي. رقم واتساب 06 64 00 95 50. شكرا لكم.